ديالي المهام ديالي كرئيس جمعية حقوق المراقشة الرياضية كرة القدم. الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير، لأن درتي واحد المجهود كبير، مجهود كبير يعني الكلمة ديال السيد الرئيس كتكون واضحة أعتقد أن السيد رضوان الحديث رئيس جمعية حقوق الغير المراقشي فأبان على أنه ما بقاش عنده الجهد لمواصلة الرحلة مع فريق حقوق المراقشي والكشف لتنمي الدعم والمساعدة للفريق ربما لا نتسنى في مسألة النقاش التي تحضر السيد بولغاد صدام الخارج نقترح دابا ناخذ 5 دقائق نناقشوا مع السيد الرئيس ونحطوا هو بعضياتنا. حبيت نخرجوا شي رأي اللي يكون في رأي في صلاحة الفريق، لأن أنا في نظري تلاتة عام قضية الفريق جد صرف جدا تاع التصريف.